اجا شوفوا له ديون هادي اجا ودي كاكا هيوات يبي يسمع وثمانية هم قاصد بداية وانا ما تمام يعني سيفهم طريق اليوم فتح للمواطنين بمختلف انواع العجلات باستثناء عجلات الحمل والنقل البري التجاري سيفتح يوم 25/8 ايضا الاحد القادم صبيحه 25/8 سيفتح الطريق للنقل البري والتجاري بشكل عام ويكون سالك طيله الوقت. فتح هاي السيطرة تعتبر إنجاز لكل الطرفين سواء كان حكومة إقليم أو حكومة مركزية، وإن شاء الله إذا أكو سيطرة أخرى مسدودة أو مغلقة راح نفتحها خلال الاجتماعات القادمة إن شاء الله.